مشروع فندق لسان يقع الفندق في منطقة من أجمل المناطق على مستوى العالم بمدينة رأس البر، حيث يلتقي نهر النيل مع البحر المتوسط. مساحة الفندق 4200 متر مربع. تكلفة الفندق 360 مليون جنيه. يتكون الفندق من بدروم وأرضي وخمس أدوار متكررة، 142 غرفة، 15 جناح، غرف لذوي الاحتياجات الخاصة، أربع قاعات احتفالات ومؤتمرات، ومطاعم وكافيتريات. ويعتبر الفندق أول فندق في وسط الدلتا خمس نجوم، كما أنه وضع مدينة رأس البر على الخريطة السياحية، كما أنه وفر فرص عمل لأبناء محافظة دمياط، ويعتبر من الأصول التي كانت غير مستغلة بالمحافظة. تم توقيع عقد حق انتفاع بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لمدة 49 عام، على أن تحصل المحافظة على مقابل حق انتفاع بزيادة سنوية 7% على أن يؤول الفندق للمحافظة بعد انتهاء المدة. مشروعات تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة. مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية. يعتبر هذه المنطقة هي آخر منطقة عشوائية غير آمنة بمحافظة دمياط، ويتم إعلام محافظة دمياط خالية من العشوائيات بانتهاء عام 2019. عدد العمارات 12 عمارة، عدد الوحدات 250 وحدة بإجمالي تكلفة 74 مليون. وحرصا من الدولة على إنشاء أسواق حضارية لاستيعاب الباعة الجائلين في جميع المدن بالمحافظة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، جاري حاليا إنشاء ثلاث أسواق، سوق بمدينة كفر سعد، وسوق بمدينة فرسكور، وسوق بمدينة رأس البر بتكلفة 37 مليون. كما يتم التخطيط لإنشاء اثنين سوق بمدينة دمياط ومدينة الروضة. وده يا فندم سوق مدينة رأس البر كان حل مشكلة الباعة الجائلين الموجودين في شارع النيل. مبادرة 100 مليون صحة. في إطار مبادرة سيادتكم 100 مليون صحة، انتهت محافظة دمياط من فحص العدد المستهدف وهو 789,800 مواطن. وكذلك تم خلال مبادرة سيادتكم لدعم صحة المرأة فحص 165,500 امرأة. مشروعات المشاركة المجتمعية بمحافظة دمياط. تم تحفيز مواطني محافظة دمياط على المشاركة المجتمعية، وتم البدء بمدينة رأس البر، حيث تم دهان جميع المنازل المطلة على النيل بمدينة عزبة البرج، الجهة المقابلة لمنطقة اللسان وشارع النيل برأس البر، لتصبح ذات هوية بصرية مميزة.